لو بحكي لك إنك بتقدر تسوي إشي جديد بيعمل فرق، بتخلي الخير يعم على الغير، ولو بتقدر تعطيه قيمة مختلفة رح يقدر يغير، ولو كان المقابل ابتسامة رح تعطي ولا بتفكر مرتين. شو رأيك لو طلعنا بفكرة زي هيك؟ أكيد رح تعطي وإنت مبسوط. برمضان هاي السنة كوكاكولا رح ترسم ملايين الابتسامات بكرفاناتها الموجودة بكل مكان. رمضان من دون فرق بيفرق.